إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بالله يا إخوان تصوروا معي هذه الآية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعوذ بالله. ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا اخواني باقي لنا 5 دقائق لكن يا اخواني هذا رحمة الله بأصحاب الأخدود، رحمة الله بالنصارى، رحمة الله باليهود، رحمة الله بالمنافقين، فكيف برحمة الله بالموحدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يا أخوان هذه الرحمة تحتاج أمر واحد: أن نقبل، أن نتغير، أن نفعل طاعات من أجل الله، وأن نترك معاصي من أجل الله، وأن نعلنها من هذا الملتقى الطيب المبارك: تائبون عائدون لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تملك تلك الرحمة فأنا أوصيك يا غالي أن تقف عند حدود الله وأن تكون في هذه الدنيا من أهل التقوى. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لمن؟ كتب على نفسه الرحمة لأهل التقوى. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بالله عيد للأعمال التي توجب لك رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون اللي بعدها ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تقوى، زكاة، وصدقة، والأخيرة إيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أخوان نبغى نكون عمليين. يا حاضرين، يا حاضرات، يا مشاهدين، يا مشاهدات، أنا أعلم ومتيقن بعد سماعك لهذه الآيات تحرك الإيمان في قلبك، وأبشرك إذا إيمانك بدأ يتحرك
وقلبك بدأ يتحرك فهذه دلالة على إنك إنسان مؤمن تحب الله ورسوله. الله عز وجل قد وصف أهل الإيمان في كتابه فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.